الشيء الاخير راح احكيه في الريكتيفايرز الان هو بس في شيء ما ذكرناه لما اخذنا احنا الفول ويف ريكتيفاير اخذناها تو ثايرسترز وتو ثايرسترز فور ثايرسترز ما مر علينا ما اخذنا الهاف كنترول ريكتيفاير الهاف كنترول ريكتيفاير هون عندي تو دايودز هون وعندي هون تو اس سي ارز والاس سي ارز باخذهم بالسز بنفس الطريقه باخذ واحد من هون وواحد من هون الاختلاف الاساسي انه هاي حتى يكون عندي اندكتيف لود الاوتبوت ما بيقدر ينزل نيجاتيف فهذا ما بيقدر يعطيني اوتبوت نيجاتيف فولتج زي ما كان يعطيني الفول ويف ريكتيفاير نعم شو اسمنا على كنترول هو هلا صارت الاجهزه الحديثه زمان هذا السبب هذا شيء تاريخي زمان لما كان في هاف كنترول كان ارخص انه هو يلغي الكنترول من هون ويشغله بهاي الطريقه ويتحكم في الدي سي موتور بهاي لكن الان الكوست نزل التكلفه نزلت كثير صار كلهم يطلعوا بهذا الشكل يطلعوا فور كنترول فول كنترول الهاف كنترول بس فتره تاريخيه كانت عشان تخفيف التكلفه بس هذا ما بيقدر يعطيني نيجاتيف بيطلعش فيه نيجاتيف فولتج على الارض هذا شيء مهم لانه لما نيجي نحكي راح نحكي المره الجايه عن ال1 كوادرنت 2 كوادرنت و4 كوادرنت كنترول للدي سي موتور هذا بيقدر يعطيني غير 1 كوادرنت بيعطيني بوزيتيف بس بيعطيني بوزيتيف فولتج بيقدر يعطيني نيجاتيف فولتج فما بيقدر يعمل غير موتورينج على الدي سي موتور هلا اظن انت هون ما عملتش انا رن خليني احاول اعمل رن او اخذت على الورك شوب انا عامل مثلا هون 45 درجه انه الفولتج عند الفولتج هيك ما بينزل عندي زيرو ما بينزل عندي نيجاتيف ضمن يعني نيجاتيف مش بسيط انه الرقم انه الكرنت هون كونتينوس في الاندكتيف لود ما بده يعطيني نيجاتيف فولتج في حين لو كان فولي كنترول راح يطلع الاوتبوت نيجاتيف زي ما شفناه قبل شوي بعدين راح يرجع مره ثانيه على زيرو ما بين يعني بس انه تعرفوا انه في شيء اسمه هاف كنترول ريكتيفاير